المصريون يخرجون من اجل الدولة المصرية، وتحية للجيش المصري واحتفالا بالسادس من اكتوبر. ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. هؤلاء هم ابناء الدقهلية يخرجون من اجل الدولة المصرية ووقوفا مع الجيش المصري والقيادة السياسية. شعب الدقهلية العظيم، شعب المنصورة بمراكز الدقهلية كلها. في الميدان ده كان لنا ذكرى مع خطبة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 30 يوليو.
الميدان ده كان بيضربه واحنا حابين نعيد الذكرى تاني. هنسمع الخطه دلوقتي على سماعات الدي جي وهنحتفل زي ما كنا بنحتفل يوم 30/6 ان شاء الله. شعب المنصوره تحيا مصر، تحيا مصر.